الاختيار لا يفعله إلا أقل الناس. ما هو هذا الاختيار؟ يا الله يا الله. نعم، ما هو الاختيار الثالث؟ الاختيار الثالث هو أن تعفو عمن ظلمك. أتدري ماذا يعني ذلك؟ أتدري ما معنى العفو؟ إذا عفوت عمن ظلمك فهذا يعني أنه لن تنزل عليه عقوبة بسببك في الدنيا، وأيضا لن تأخذ من حسناته يوم القيامة. أنا أعرف أنت الآن ستقول لي: حرام عليك، كيف أستحمل ألا أدعو عليه في الدنيا ثم أيضا يوم القيامة لا أخذ من حسناته؟ إذا ماذا سأستفيد؟ لا تخف لا تخف، اطمئن وحدة، ستستفيد أكثر مما لو أنك أخذت من حسناته يوم القيامة. كيف؟ سيعطيك الله من الحسنات، لكن ليس من حسنات الظالم لأن خلاص عفوت عنه، سيعطيك ثوابا وحسنات من عنده هو سبحانه أكثر مما لو أنك أخذت من حسنات الظالم، سيعطيك كمية أكبر سبحانه، فأنت الرابح في النهاية. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجره على الله. إذن أفضل الاختيارات أن تعفو عمن ظلمك، وأنا أعلم أنك تستطيع أن تضغط على نفسك وأن تتجاوز جروحك فتتخذ قرارا بالعفو التام عمن ظلمك. نعم، أنا أعرف أنك تعب.